يلا بقى نحل سؤال ده براكتس تيست على كل اللي خدناه في الرايدنج. براكتس تيست نخش على اللي خدناه كله في الرايدنج، نحل بقى كويستشن كويستشن. اتفضلوا. مين هل أول سؤال يا شباب؟ برافو كريم، برافو حلا يا دكتورة حسناء. دكتورة حسناء لما يجينا سؤال زي كده لازم نقرا من اول السنتنس. الراجل بيتكلم على السنديا، على الكنديان سيركس. يعني ايه السيرك الكندي ده؟ حاجه سنجلر. اقول له ايه؟ اقول له اتس. بتكلم عليه، بتكلم على الكنديان سيركس، لازم الانسر تكون بي اتس. تمام كده؟ حل السؤال اللي بعده يا شباب. طيب السؤال ده سؤال عايز مذاكره شويه، صعب شويه. راجل بيقول لي while it may be unusual dependent comma Ali Lali Bertie career choice was hardly surprising when he was a child his parents when he was a child his parents took him. ادي كلها سنس واحده. answer must be C. قول تاني يا شباب. شباب قول تاني. سهل كده؟ مسيح. تمام. اللي بعديه بقى، اللي بعديه سؤال سهل قوي بيتحل بمجرد النظر. لوكيشن نمبر 3. لا هو ايه بيقول لي he entered the world of street performer and he would play. قال لي الكلام ده كلام وردي. The answer the best answer is D independent comma dependent. كده sentence تكون correct clear concise. الافضل اختار هنا ايه؟ اختار D independent comma dependent. The correct clear concise. قلت ايه يا شباب؟ شبابنا حد فاهم دي؟ تماما. كويستشن نمبر 4 يا شباب.
برافو حسناء، صح، شاطر يا حسناء، شاطر بجد. طبعا ما ينفعش نقول لك هنا got together، ده كلام informal. ما ينفعش لك hang around، ده كلام slang. established relations كلام too formal. answer is B became involved. became involved. answer is A is B. قول تاني يا شباب، بص اللي بعد كده بقى سؤال سهل لا قوي، تمام. سؤال سهل. الكويس اللي بعده هنا يا شباب راجل بيقول لي soon after his employment began، بيقول لي began، وهنا بيقول لي on strike، هنا بيقول لي بدأت، وهنا بيقول لي في إضراب، يبقى بيتكلم contrast. answer is A however. معايا كده يا شباب؟ سهل ده؟ طبعا بعدها سؤال سهل قوي قوي قوي. طبعا الكويشن بعد كده يا شباب سؤال سهل جدا، راجل بيقول اذا نيم كوما فتح النون اسينشال بكوما هيقفلها قبل الفيرب بكوما. انسر ايه از دي يا دكتوره حاله؟ دكتوره حاله انت ما حفظتيش معايا اسمه ايه ده، رول واحده يا دكتورتنا، لا تخش جوه التب معايا يا دكتوره حاله ولا مش معايا؟ ايه ماشي دكتوره ذاكر يا دكتوره، خلاص الكورس بيخلص، مش عايز تروح تحلي مع مدرس تاني اي حاجه يقول لك انت كنت تاخدي معايا تشتم عليا ولا حاجه، الراجل عايزين مشاكل. طبعا بقى سؤال سهل قوي قوي قوي، مش نمبر 7، طبعا question is برافو يا حالة، نمبر سي، نمبر 7 is سي، shorter is better. initially as a one year project، وهنا ايه shorter is better. برافو حالة، برافو برافو برافو، فعلا فعلا البنت العقل الراسية ما يجيلهاش بالهراسي.
طبعا اللي بقى سؤال اسهل منه، مع انه سؤال فوكاب لكن سؤال سهل جدا. برافو كريم، برافو 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 بجد بجد والله، برافو عليك. قال لنا ايه؟ ران واز اكستندد، برافو حالة. فين حسناء؟ فين دكتورتنا؟ الدكتورة الكبيرة فين؟ برافو حالة، برافو كريم. اكستندد يعني امتد، برافو عليكم. خد بالك الأسئلة سهلة بس الطالب يركز، مش بهزر. الأسئلة سهلة بس الطالب يركز. أنا كنت بعمل كورس بيسكس، محاضرة مجانية جالي فيها تليف عقلي، حلو كده؟ يعني ايه الطالب مش مركز خالص. خش بقى 9 9 بقى 9، ده سؤال جامد قوي وعايز طالب قلبه قلب جزراية 9. يقرا لي بقى قبله بشوية، يقرا لي من اول هنا كده، اعلم لك اهو من اول هنا اهو الكلام ده، شوف الكلام ده انسر ايه، ايه ولا بي ولا سي ولا دي. The circus which is active on five continents now employs over 4,000 people from over 40 countries. It has been seen by over 90 million people worldwide. Let's go. Has an annual revenue of over 800 million. انا عايز اقول لك على تريك في السؤال ده، بيجي في امتحان الاس اي تي الاكت الاي سي تي، لما تحتار قوي في سؤال زي كده ومش عارف تحله، انصحك تختار الحاجه اللي بتكررها. يعني مثلا في نمبر زي، يعني دي نصيحه ليك بتيجي صح كتير، حتى هبدايه بس حلو، اختار 800. هو ده الريليفنت ديتيل، هو ده اللي ماشي مع الكلام ده، هو ده اللي ماشي مع الكلام ده. قول تاني يا شباب. شبابنا قول لا تاني، تمام يا مستر. قول تاني يا حسناء. لا تمام يا مستر. يبقى ده حل كويشن نمبر 10، سؤال سهل جدا.
makes use of theater, music, dance. الشايف الانسر از اي. ما ينفعش اقول لك makes use of كذا، لازم اقول لك على طول اهي makes use of music, theater، مش عارف. One shot the answer is A. Correct A. Correct grammar. Correct grammar. Correct punctuation. برافو كريم، برافو حسناء، برافو عليكم. Answer is D، صح. That Liberté is convinced that with a little creativity people can come together and accomplish remarkable things. برافو عليكم، صح. شطار 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 شطار. قلب قلب ايه؟ قلب بند اقدار. خش يا باشا على السؤال اللي بعده، سؤال سهل جدا جدا جدا. يا دكتورة حسناء، يا دكتورتنا، الراجل بيقول لي each of، مين السبجكت؟ each، each دي سنجلر، هقول له has. سهل، بص ازاي؟ من قلب الريموت كنترول اهو، بيقول لي each of، مين السبجكت؟ each، each of يبقى each has. قلت لي يا دكتورتنا؟ دكتورة حسناء، سهل كده؟ انت شاطرة يا حسناء، ركزي شوية، انت شاطرة. شوية عشان البنت الشاطرة ما تحطش قطرة. وبعت لك الجزء ده من المحاضره كمان يا حسناء اللي فات، الناس اصلا مسجله قبل كده. اي خدمه دكتوره حسناء، ده احنا كده بصراحه عملنا معاك الايه؟ عملنا معاك الواجب وازح. يا دكتور كريم، يا دكتورنا، هقول له تولست كوما ماجور كوما ريزيدنس. يا راجل هقول له تولست ماجور ريزيدنس على طول اهي، انا بعمل ديسكريبشن لادجكتيف اهي. انسر از اي. برافو حاله، برافو. البنت بقى الصاحيه اللي هي مش نايمه ولا شاربه ايه؟ ولا شاربه عصير لانشون. طب بقى 14 سؤال سهل قوي، لما نشوف مين اللي يحل 14 صح. كان عايز تفكير يا شباب، يلا عشان ناخد الدواء جنبيكم اهو. 14 عايز تفكير. برافو حسناء، برافو 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 حسناء. يلا يا شباب حسناء جاوبت بقى، عايزين كريم يجاوب، عايزين حالك تجاوب.
انا شايف حق يا دكتوره حلا، هقول له موست سيتي دويلرز، هقول له انسى سي مودول بيلدينج داش او اولسو نون ار ايه كوريكت ايه انسى سي صح كده مفهوم نون اسينشال كلوز اهي مودول بيلدينجز ار بيلدينجز صح كده مظبوط. ايه مستر ده بقى سؤال سهل قوي، ده سؤال ايه؟ سؤال سهل جدا. برافو حلب، برافو برافو. برافو كريم، راجل بيقول not only as، هقول له but also as. صح، سؤال سهل جدا اهو. خش يا باشا بقى السؤال ده. انا بدي الكويشن نمبر 16، راجل بيقول لي اد ذيس بوينت ان ذا اسي اند ذا رايتر از كونسيدرينج ادينج ذا فولوينج سنتنس، بيقول لي توداي هاويفر ذي ار انكريزنجلي يوزد ان سيريز، حاجه بتستخدم كتير في سيريز ويز رابيدلي اكسباندينج بوبيليشنز اللي فيها ايه تعدد سكاني ممتد ان 2010 for instance، على سبيل المثال راجل يا ريس لما يقول ركز معايا في حاجه، لما يقول لي for instance راجل بيعمل ايه؟ provides example، بقول لك على سبيل المثال بدي لك مثال، يبقى انا هعمل adding في ايه؟ يعني بيقول لي provide example، يعني بيقول لي for instance زي ما بيقول لك such as، تقول له provide example. اقول تاني؟ لا تمام يا مستر. ده سيب الدين بقى سهل قوي. question number 17 يا شباب، they believe which choice offers an accurate interpretation of the data presented in the chart. راجل بيقول هنا ايه؟ كريم قال لي
slightly longer to install a traditional home than it takes to install a modular one. الوايد ده ايه؟ لا الرئيس ده traditional اكتر، صح كده؟ الرئيس answer is D. significantly longer to install a traditional home than a. لان traditional ايه؟ جامد جدا عليه، على ايه؟ على المودولر. The answer is A. answer is D. مظبوط كده يا شاب؟ سهل كده ولا صعب؟ شباب صعب؟ لا تمام يا مستر. ده بقى سؤال سهل محفظه لك، انا محفظك سؤال الترانزيشن. يا شباب كويستشن نمبر 18، ده ما حفظت لكم السؤال ده يا دكاترتنا. الكوبايه خلص النهارده. هنا راجل بيقول لي هنا ايه؟ throughout، بيقول لي during the whole، لازم اقول له answer delete، no need for it، مش محتاج اعملها transition. لغايه ما بيقول لي sentence 5، بيقول لي هنا after the walls، بيقول لي كلمه walls في sentence 2، بيقول لي ايه؟ بيقول لي the walls، انا احطها ايه؟ after sentence 2 b. معايا كده يا شباب؟ يا دكتور كريم ازاي هقول له بيه يا دكتور كريم؟ اقول له they are set by workers comma onto the building foundation comma and the crane is used. كلام يعني مش مفهوم خالص. Answer is C. workers use a crane to set them on the building foundation comma where they are joined together. Answer C. independent comma dependent.
طب بقى 21 بقى 21 ده سؤال سهل قوي، 21 سؤال سهل. صح، برافو عليك. هو ده بينا بيه، يقول لك ايه؟ مش ده بقى بينج ستاك، ده لك ايه؟ استاكزم، صح كده؟ طبعا 22 طبعا محتاج ارجع، محتاج طبعا ارجع تاني طبعا للجراف. هنا راجل في 22 بيقول لي، هنا ركز معايا. 3 weeks a smaller fraction of the time, 2 weeks interpretation, far less time, 1 week slightly less time than this. الراجل راح قد هنا كده مظبوط، ودي هنا المودول هنا 2 answer بقى is D 3 weeks slightly less time than is. مظبوط كده يا شاب. على فكره ما حدش بيحل معايا خالص، خد بالك انا بحل عشان الناس اللي بسجل لها. لما انا كنت بصراحه عايز اقوم، وعايز اقوم، انا مش شايف حد شغال معايا خالص، انا مش شايف حد شغال معايا. انا بحل الناس اللي ايه، يبقى سجلها المحاضرة. لو عندي المحاضرة مسجلها اقفل عليكم كده واسيبكم تلعبوا، عشان انا كده غلط. المفروض التهريج ده ولا ايه؟ ها؟ ملوش حاجة، مستهبلين فيها، مستهبلين فيها جامد. بس هو الاستهبال المرئي يعني. question number 23. برافو كريم، برافو عليك. الراجل بيقول لي هنا was، بيقول لي هنا ايه؟ was past. اقول له will spend past، صح كده؟ مظبوط كده يا شاب. question بقى 24 ده سؤال ايه؟ سؤال جامد. طبعا انا بقول still I harbored، زي ايه كده؟ ايه زي I have hidden some، ايه يعني؟ اخفيت امال معينه. انسى دي سؤال صعب جدا. اي طيب، وده حلو غلط، سؤال هارد جدا يعني، مش كده يعني. خلينا نتجاوز. طبعا في اسئله كتيره في امتحان الاي اي سي تي زي كده، هل اس تي في اسئله صعبه زي ده معايا كده يا شباب؟ لا انا في 25، 25 راجل بيقول لي it was not always easy to keep riding. The sentence هي at least sometimes I can sit for hours in front of a blank screen. وانا بشرح انا بقول ايه؟ answer is B. ده سؤال صعب شويه. Independent colon explanation rule number 6. It was not always easy to keep riding. Sometimes I sat for hours.
انا عملت independent calling explanation. مظبوط كده يا شباب؟ سهل كده. قول تاني يا شباب. لا تمام يا مستر. طب نحل بقى كل كويستشن 26 بقى، سؤال سهل قوي. يلا يا كريم، احنا عشان نكمل المحاضرة على خير. برافو كريم، برافو عليك. قال لي them دي فيج، this فيج، قال لي the pages are clear، قال لي هنا او the page is clear، بقى انا بتكلم عليك هنا يعني the pages is clear. برافو عليك شاطر يا كريم، فعلا فعلا طالب قلبك قلب ايه؟ قلب بطاير. الكويشن بقى بعد الكويشن سيكونس محتاج طالب يقرا كويس. بيقول لي transition to the information that follows. هقرا الكلام اللي بعدها، بيقول كلمة my book. هنا راجل بيقول لي هنا بالسؤال، بيقول لي my book showed promise they said but it would be difficult to market and sell because I did not already have an established reputation in an author. انا ما عملتش السمعة كمؤلف. although I was disappointed، انا كنت محبط. I was also determined، محدد وثابت. اقول له answer is C. but no one offered me a contract. No one offered me a contract. ما فيش حد قال عليه ايه؟ عرض. ان راجل ماليش سمعه كايه؟ ككاتب، راجل لسه جديد في السوق.